طبعا نرحب بطلبة المرحلة الأولى بالعام الدراسي الجديد ونقول لهم أهلا وسهلا بكم. أنتم تعبتوا واجتهدتوا وسعيتوا بالسادس وطلعتوا معدلات عالية وأسعدتوا والديكم وأسعدتوا أهلكم وكل أقاربكم، وصلتوا إلى المكان اللي يليق بكم. صراحة هذا التعب لازم إلى مكان يليق به وهي كلية الصيدلة. أنتم حاليا بالمكان الصحيح، أنتم وصلتوا إلى الجامعة، مو جامعة عادية ولا يعني من الجامعة الراقية والأرقى بالعراق، هي جامعة المستنصرية. نرحب بطلاب المرحلة الأولى وأنه الحياة الجامعية أنه حياة جديدة يبدون، أنه ينسون المرحلة الإعدادية، يعني هنا حياة جديدة وأي شيء يحتاجوا إحنا يعني طلاب هنا طبعاً أنه داخلين قسم جديد وحياة جديدة. يعني لا يفكرون أنه الحياة الجامعية ها هي أنه انتهى بعد ماكو دراسة، لا، أنت بديت حياة جديدة وكطالب قسم مجموعة طبية يعني لازم تقرأ تلتزم. أول شيء أكيد نرحب بهم بكلية الصيدلة، هواي نصح والله، يعني نتمنى أحد نصحنا إياها قبل. أول شيء الدراسة أهم شيء، أنه يحاولون قدر الإمكان ما يفوتون محاضرات أو يراكمون أو هاي، لأنه بعدين تصير صعب إذا مو من البداية هو ملتزم تصير شوية صعبة بعدين. نرحب بهم أجمل ترحيب، هذا المكان المميز بعماته وبكوادره التدريسية وبجمال طلبته، ويعني كنصيحة أنه يحاولون من بداية السنة ينسجمون بأجواء الدراسة، يعني ما يعتبرون أفد شيء ثانوي، يعني وإنما يخلون الدراسة هي أول شيء والهدف الأول بيومهم وبدراستهم، يحاولون طبعا يتوسعون يعني بمصادر دراستهم. نحب نرحب بطلاب المرحلة الأولى ونقولهم عام دراسي جديد إن شاء الله وممتع لكم، ولازم نقولهم إنه اللي درسناه شيء واللي راح نشوفه شيء ثاني، بمعنى يعني الصحيح إنه أول شيء لازم يستمتعون بالدراسة لأن هي الدراسة راح تفيدهم بصورة عامة بعد التخرج، وهنا كل شيء حلو يعني بجامعة المستنصرية ويبدون يقرون بتركيز وتفكير وبس، يعني هو هذا الشيء. طلاب المرحلة الأولى كنا إلكتروني فما كان عندنا ذيك الخبرة، ما كنا نقدر نتواصل ويا الدكاترة، فبالمرحلة الثانية وقعنا بهواية أخطاء، يعني مثلا أنا إلا بالميديا اللي قريت، بالميديا اللي قريت حتى العمل اللي كنت ما أقرأ، فلهذا سعياتي إجت كلش تعبانة. فإذا قروا وخففوا الضغط الستريس اللي عليهم وخففوا التراكمات راح يدخلون بسعي، سعي يكون مقبول فوق الثلاثين، وما راح يعانون بامتحانات الميد ولا بامتحانات الفاينل. هاي نصيحتي لهم، أهم شيء يخففون التراكمات ويتونسون ويفترون. نصيحة الطلاب المرحلة الأولى اللي حيداومون بالمستنصرية أنه أبدا ما يخلون الدروس تتراكم عليهم، لأنه حيواجهون صعوبة في فترات الميد والفاينال، حتى لو ما يقدروا ما يلحقون، هو أكيد يعني حتصير هواية واجبات ودروس ما حيلحقون على كل شيء، بس التركيز ويا الدكتور أثناء المحاضرة كلش حيفيدهم، حيذكرون كم شغلة يعني أحسن ما يعرفون ولا شيء. وأهم شيء داخل الكلية أنه مو هو يضرب المحاضرات، يعني إذا تعبوا مثلا محاضرة واحدة عادي، بس أكثر لا، وأهم شيء التزمون بالعملي، لأنه سعي العملي كل شيء يساعد بالسعيات النهائية.